غزا التغيير العصري في العقود الأخيرة جوانب جمة في الحياة، فكانت لأماكن التسوق نصيباً مفروضة بشكله الملموس، حتى حولها في الكثير من أحيانه إلى جانب سياحي ملفت للنظر ذو متعة خاصة. التسوق يعني ويا العائلة يكون متعة أكثر منه أنا وحدي يعني. يعني ما أقدر أختار شيء إذا هم العائلة وياي، تعرف يعني مثل أذواقي أي، فويا العائلة تصير يعني مرح أكثر يعني. فصورة شراء الحاجيات أصبحت تؤطر برفقة العائلة مفضين على سد نواقصهم، مرفأ تتبادل فيه الخواطر أن للمرأة حقوق، وأن ترأسها شراء حاجيات منزلها حق من تلك الحقوق كمعرفة واحترام وثقة بالنفس. لو ما تعاون بين المرأة والرجل، وهي يعني هو الرجل لازم، هي المرأة لها دور، الأم هي اللي تعرف شلون ويا الأطفال وهم ايش احتياجاتهم وشنو هو اللي يريدونه، مكانه المرأة تحس بوجودها يعني. فباكتشافات العصر وتطور الحياة فيها وتوثيق الأفكار وتفتح العقول، تتوالى بصمات جديدة لتستحدث للمجتمع شكله، جاعلة من حق المرأة لإدارة جانب من جوانب منزلها برفقة أسرتها متعة تسوق تتلاشى فيها فجوات الخصام وسوء الفهم، واضعة جاذبية لتقارب القلوب وبث شعاع الألفة بين أفراد الأسرة الواحدة. يزيد الألفة والمحبة بين الأسرة والأطفال همين، وأنت تشعر براحة نفسية عند ما تؤدي هذا الواجب عليك. وللشهود توثيق مهم، إذ أبدى مسؤولون في مجمعات تجارية التماسهم عن كثب انسجام العوائل وبروز الألفة والمحبة بينهم، رغم عناء التجول والاختيار بين تعدد البضائع وتفاوت الأسعار فيها. شايف العوائل هان تجي تتمتع في التسويق، يعني تشوف العوائل كلياتها مرتاحة نفسيا، وهذا كله من يعني في حقوق للمرأة وللعيلة، وتشوف في ألفة ومحبة بين العيلة كلياتها يعني. لم تكن تلك القيادة والرفقة للمرأة والأسرة معا إرغاما، بل كانت من تراض أو مبادرة الرجل زوجته، من دوافع إثبات محبتها وإقرارا بمكانتها في المجتمع والمنزل، وهو ما تستقبله الزوجة شعورا متبادلا بأنه الحب والقيمة التي تستحقها، ليفضى بذلك على حياتهما والأسرة طابع الحب والمودة.